السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من هدى للمتقين. احنا بنتكلم في سورة البقرة، بالتحديد في الآيات من الآية رقم 208 إلى الآية رقم 213. نفتح المصاحف كده مع بعض عشان نقرأ مع بعض. الآيات بتاعت النهاردة دي يعني ممكن نتكلم فيها عن عنوان كده، الدعوة إلى قبول الإسلام واتباع أحكام الإسلام وجزاء المخالف اللي ما يتبعش آداب وأحكام وأوامر الإسلام. زي ما بناخد كل حلقة كده بناخد آيتين ثلاثة مع بعض ونشوف معاني الكلمات ونشوف أسباب النزول. نسمع كده بس، نفتح المصاحف مع بعض إن شاء الله ونستمع إلى الآيات، ثم نقوم بشرح هذه الآيات ونبين الكلمات اللي محتاجة إن إحنا نبينها، لأنه في حاجات إحنا محتاجين نفهمها. نسمع كده مع بعض الآيات. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الآيات دي زي ما قلت لكم هي ممكن نحط لها عنوان كده، الدعوة إلى قبول الإسلام واتباع أحكامه وجزاء من يخالف اتباع هذه الأحكام. يا أيها الذين آمنوا، ده خطاب المراد به من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتبعية آمن بالله وآمن بجميع الرسل. فيا أيها الذين آمنتم واتبعتم، اسمعوا اللي جاي، ادخلوا في السلم. كلمة السلم دي معناها ايه؟ السلم الكلمة دي معناها ممكن يبقى السلم، الصلح. لكن الكلمة دي في الآية بتاعت سورة البقرة دي معناها الإسلام وشرائع الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام كله. ادخلوا يعني اقبلوا. ادخلوا في السلم كافة، كافة يعني جميع شرائع الإسلام. ما ينفعش تاخد حاجة وتسيب حاجة. يعني ما ينفعش حد يطلع علينا يقول دي مش من الإسلام. يا أخي ده شرائع الإسلام واضحة، ظاهرة، بينة. أنت عايز تعمل غلط اعمله، بس ما تزينش للناس إن هو مش من الإسلام. لا، أنت عايزة تلبسي الحجاب الله يعينك ويسترنا وإياكم، مش عايزة تلبسي أنت حرة، ربنا لا يحاسبك بشعر، بس ما تقوليش إن الحجاب مش من الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، كافة يعني بجميع الشرائع اللي ربنا شرعها. ولا تتبعوا
خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هو الشيطان احنا شايفينه عشان نمشي ورا خطواته؟ لك لها ولا تتبع خطوات الشيطان. خطوات دي جمع خطوة، والمراد بها في الآية تزيين الشيطان للحرام. وعشان نبقى صرح، ما انتوا عارفين ان الشيطان ما بياكلش الواحد مرة واحدة، يعني مش بيوقعه في المصيبة مرة واحدة، لا هو بياخده ايه حتة حتة. التطور الطبيعي للمعاصي ياخدك الاول في معصية صغيرة، وبعدين يزين لك المعصية الصغيرة دي، وبعدين يحسسك ان انت مش قادر تسيبها، هتعمل ايه بقى خلاص، وبعدين يكبر لك المعصية دي. ما هو مش عايز يسيبك هنا، هو عايز ياكلك، عايز ياخدك حتة حتة. وانتوا فاكرين انا شرحت معاكم قصة برصيص العابد، وازاي الشيطان وقعوا في كام كبيرة بالاستهانة بحاجات بسيطة جدا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. فالشيطان بياخدك خطوة خطوة، حتة حتة، يزين لك حاجة كده صغيرة، فربنا يقول لك ولا تتبعوا إيه، هي دي المصيبة. عند ما يجي يوسوس لك بحاجة، إيه اللي يريحك من ريحة التوم؟ إيه اللي تأكله؟ ما أنت هتشيل معاصي، والمعاصي دي هتتكالب عليك، فلو تكالبت المعاصي علينا ايه اللي هيحصل؟ هنقع بلا شك. ابتسامة، شوف الاول ايه، نظرة، مش كده؟ نظرة، فابتسامة، فإعجاب، فكلمة، فلقاء، فكرسة، فانحراف، فضلال. يا ستير يا رب، يا رب استر علينا يا رب، يا رب يا رب قوي إيماننا يا رب، يا رب قوي إيماننا واحفظنا يا رب من الحرام يا رب. مش هي دي خطوات الشيطان؟ بالله يجي إيه خطوات الشيطان؟ يجي يقول لك ال 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 الأذان بيأذن، كمان شوي كمان شوي كمان شوي، هعمل بس الحاجة ده وأصلي بعديها. تعمل الحاجة دي، طب هصلي الظهر والعصر مع بعض. تيجي العصر، طب هصلي الظهر والعصر والمغرب. تيجي المغرب، هصلي الظهر والعصر والمغرب. شو ربنا غفر بقى، وربنا يسامحني يا مولانا، الشغل في البيت والغيط تعبني وقرفني وانا غصب عني. يجي العشاء، جسمها مهدد يا ولده، تعبت طول النهار، هبقى اصليهم قبل الفجر، هبقى اصلي قبل الفجر. نامي نامي نامي، فتيجي تنام ما تصحاش الا الشمس ما تطلع. ايه ايه اللي انا عملته ده؟ بس سبت الصلاه، طب بس سيب المساله، طب ربنا يصلي الظهر مع الظهر، وتيجي الظهر ما انتش فاضيه دلوقتي، العيال هيطلعوا من المدارس وعايزين ياكلوا، وابوهم جاي من الشغل وهياكلني اما خلص الطبيخ. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وفي الاخر الواحد يقع. يا رب استرنا يا رب، يا رب يا رب اغفر لنا وارحمنا يا رب، يا رب اغفر لنا يا رب وارحمنا يا رب. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني ايه كلمة مبين؟ مبين يعني بين، ظاهر العداوة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم يعني وقعتم، زللتم بمعنى ملتم عن طريق الحق. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، البينات اللي هي الآيات الواضحات اللي ربنا سبحانه وتعالى بينها لنا. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، الحاجات الواضحة، البينات، البينة يعني الواضحة، يعني البينات، فاعلموا أن الله عزيز غالب، لا يقهر، ما يغلبوش حد أبدا. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يدخل ده الجنة ويدخل ده النار، يدي لده على قد أعماله ويدي لده على قد عمله. حكيم، يحط كل حاجة في مكانها، يثيب الطائع ويعاقب العاصي. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر
وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون إلا أن يأتيهم؟ هل ينظرون يعني ما ينظرون؟ ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يعني الكلمة دي فكروا فيها كده، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتيهم الله ربنا يجي لهم يعني في ظلل من الغمام. ظلل من الغمام يعني الغمام الأبيض الرقيق ده، يعني ربنا هيجي فيه؟ لا. قال لك هل ينظرون إلا أن يأتي، يعني ما ينظرون، هل ينظرون يعني ما ينظرون، إلا أن يأتيهم عقاب الله وعذاب الله، يجي لهم فين؟ في ظلل من الغمام. عشان كده لما كانت تيجي سحابة كان النبي شكله يصفر ويخاف ويضطرب ويخاف جدا، فيقولوا له خايف ليه؟ ده مطر، ده خير، ده رزق، ده بركة، المية دي حد يكرهها؟ قال لا، انتم مش واخدين بالكم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ده مطر جاي وحلو، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. هو ده. فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ يعني ربنا يرسل عقابه وعذابه في صورة غمام، سحاب، يجي بدل ما ينزل لهم مية ينزل عليهم العذاب والعقاب. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، انتهى خلاص، وإلى الله ترجع الأمور. يعني في الآخرة الأمر ده هيكون مآله إلى الله سبحانه وتعالى. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، اسألهم عن الآيات الواضحات اللي أنا أرسلتها لهم، الآيات دي اسألهم عنها هم فاكرينها ولا لا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ومن يبدل نعمة الله يعني يبدل نعمة ربنا، يعني يغير نعمة ربنا، يبدلها يعني يغيرها، هو مديها لك عشان تستعملها في الحلال فتقوم تستعملها في الحرام، يدينا تليفونات بدل ما نستعملها في الطاعة نستعملها في المعصية كلها، بدل ما نستعمل الحاجات دي في الطاعة. يعني مثلا ممكن واحد يقعد يعني معلش سامحوني، الفيسبوك بر نعمة ممكن نستغلها في ان احنا تنشر دعاء، تنشر قرآن، تنشر تشير حاجة كويس، حاجة الناس يستفيدوا بيها. احلى حاجة بقى ان انت على الفيسبوك حد عايز يشتم حد فيروح داخل على صفحته وملقح، يا عم انت بتشتم الناس ليه؟ يا حرام عليك يا عم، هتيجي شاهد عليك يوم القيامة. الواتساب حاجة، والله حاجة غريبة جدا، الواتساب ده مصيبة. انا في مرة شرحت حاجة مش صحيحة ولا استحي ان انا اقول كده، الرؤية بتاعت الراجل، راجل مجوسي شاف النبي في المنام، الرؤية لما انا قعدت ادور واحقق في الرؤية دي، الراجل شافها في المنام واحد مسلم وبتاع، لقيت ان الشيعة هم من وضع هذه الرؤية، ان الراجل المجوسي شاف سيدنا النبي في المنام وحاجات زي كده، يعني حاجات ملخبطه كده. اقول لكم على حاجه بقى، شوف انا بقى لي كام سنه بشتغل في الاعلام، المقطع الوحيد حاجه تجننك، المقطع الوحيد اللي لف العالم كله يا جدعان واتنشر واتشاف ملايين المرات، المقطع ده مقاطع فيه ناس بتطلع في التلفزيون بتشرح كلام باطل، وحياة ربنا باطل، كد بعيني عينك، ولاقيها متشافة 5 مليون مرة، أحط على دماغي أقول يا مسلم سلم، والكلام الصح ما يتنشرش. يا مثبت العقل في الراس، هو احنا في كل يوم أنا نفسي يجيني رسائل على الواتساب كلها كذب، كلها غير صحيحة، اخبط كف على كف، يعني اللي بينشرها ده ما بيخبي. جالك وقت اقول لكم قصه كمان مشهوره جدا، ان قال سيدنا عمر وقد بنته وهو في الجاهليه، يا سلام. والغريب ان تلاقي الناس اللي قاعدين في المساجد مش عارفين من الاسلام الا القصه دي، يقول لك اصل عمر وقد بنته، يا سيدنا عمر الفاروق والله ما حصل، والله العظيم كذب وافتراء، والله غير صحيح وافتراء على سيدنا عمر.
طب اقول لكم، طب شوفوا تاريخ جواز سيدنا عمر وامتى انجب، وانجب صبيان ولا بنات، هتلاقوا اصلا سيدنا عمر كان له بنت واحده كانت قبل البعثه ولم يقم بوأدها. عارفينها مين؟ ام المؤمنين السيده حفصه بنت عمر. ما وأدهاش ليه؟ ما قتلهاش ليه؟ ما هي كانت قبل البعثه. فتلاقي في قصص باطله على الواتساب على الفيسبوك منشوره، ايه ده؟ ما تبدلوش نعم ربنا، استعملوها صح. تلاقي واحد يطلع يكلم لك كلام فل، شكله وكلامه حاجه قبها وكذب، قصص كلها موضوعه جايه من تحت الترابيزه، يا كلها اسرائيليات يا كلها بعيا لبال ربنا، وتلاقيها منشوره ملايين. الله يهدي. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، يعاقب بقى اللي يستحق العقاب لما يرجع في الآخرة لأنه هو أخطأ. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ليه وقفت على ويسخرون من الذين آمنوا؟ هنا وقف لازم في كلمة ميم على الألف بتاعة آمنوا اللي انتوا فاتحين المصاحف بصوا فيها كده، الميم اللي موجودة الميم الصغيرة دي معناها وقف لازم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، وقف لازم. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا، المقصود هنا في الآية أهل مكة المشركين منهم، الحياة الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الحياة الدنيا يعني الحياة اللي احنا عايشينها. ليه اسمها دنيا؟ اسمها دنيا يعني من الدنو، دنيا وعليا، ماشي. أحبوها، متزينة لهم فحبوها. ويسخرون يعني إيه؟ ويستهزئون، السخرية الاستهزاء يعني. ويسخرون من الذين آمنوا عشان هم فقراء وعلى قد حالهم، كانوا يروحوا يقولوا للنبي مين اللي اتبعك ده، كلهم عبيد وفقراء يعني بلال وبعدين اللي راحوا قالوا للنبي تابع احنا موافقين بس ما نقعدش معاهم، ما نقعدش في نفس المجلس بتاعهم. ده في سورة الأنعام لما نبقى نروح لها إن شاء الله رب، لو ربنا أمد في أعمارنا يعني. قالوا له بس موافقين نخش في الدين بتاعك بس ما تقعدناش مع الناس دول. لا، ما عندناش الكلام ده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويسخرون من الذين آمنوا، بيستهزأوا من الذين آمنوا عشان هم فقراء يعني، بيتعالوا عليهم بالمال عشان كده هم بيسخروا منهم. ويسخرون من الذين آمنوا، قلت هنا وقف لازم. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، اتقوا يعني اللي ممشوش معهم في الشرك، فوقهم يوم القيامة معروف دول هيبقوا في الدل، طبعا هتبقى انت فوق وهتبص تحت منك كده هتلاقي المشرك او الكافر او من دخل النار، انت هتشوف هتبص عليه تعرفه. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب يعني بغير تقدير، خد خش اتفضل خد اللي انت عايزه، حساب مفتوح جاري اوبن بوفيه، خش خد اللي انت عايز تاخده، انت عايز تاخد شيل خد اللي انت عايز تاخده. والله يرزق من يشاء بغير حساب، ده بسبب الايمان وبسبب خوفهم من ربنا، فربنا يعطيهم الجنة ويرضى عنهم ويعطيهم الثواب بلا تقدير ولا حساب، يعني خذ ما تريد يعني. اليهود نزلت فيهم الآية، وبالتحديد في عبد الله بن سلام وأصحابه من اليهود كانوا بيعظموا يوم السبت وبيكرهوا الإبل بعد قبول الإسلام. فلما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يوم السبت يوم نعظمه، ف يعني دعنا ان احنا ايه نثبت فيه، يعني
نعبد ربنا فيه، والتوراة كتاب الله، فدعنا يعني سيبنا احنا بقى نشتغل بقى يوم السبت بقى. فأنزل الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام كافة كله، يعني ما تاخدوش حتة وتسيبوا حتة، يعني ما ينفعش تبقوا مسلمين وتعظموا يوم السبت، لا، هو احنا يومنا يوم الايه؟ يوم الجمعة. ده بالنسبة للآيات اللي هي جاءت في سورة البقرة، وده المعنى الإجمالي، وده سبب النزول لقول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. دي الآية الوحيدة اللي فيها سبب نزول. يبقى المعنى كده ببساطة شديدة جدا: أنت مسلم، اقبل الإسلام كله، خده كله، ما ينفعش تاخد منه حاجة وتسيب منه حاجة، اقبله كله واعمل بيه كله. ليه؟ لو انت ما قبلتوش ربنا هيعاقب اللي بيرفض، وربنا سبحانه وتعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل وحد الحدود، فدي شريعة ربنا، اقبلها كلها، اعمل اللي ربنا أمر بيه ويبعد عن اللي ربنا نهى عنه. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الآية دي تخويف وفيها طمع برضو، يعني فيها طمع في رحمة ربنا، بيخوفك أنك ما تعملش الحاجة دي، وبيقول لك لو أنت وقعت ورجعت تاني أنا هقبلك. يعني لو أنت وقعت، أصل الزلل معناها عدم ثبوت القدم، فأنت ممكن تقع في لحظة من اللحظات وبعد ترجع تاني، تستغفر لربنا وتتوب وترجع له، فربنا يغفر لك ويتوب عليك ويرحمك ويسترك. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وبعدين تخويف: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني أنتم مستنين إيه؟ مش هتستنوا غير أن ربنا ينزل عليكم العقاب ويرسل عليكم عذابه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فتوب واستغفر ربنا ويرجع له قبل ما الأمر ينتهي، وربنا سبحانه وتعالى ينزل أمره بنهاية الدنيا مثلا وبقيام الساعة. ربنا يحفظنا وإياكم من العذاب، ومن أن يكون في عذاب جماعي، أو أن يكون في إعصار، أو أن يكون في، يا رب احفظ بلادنا يا رب، وأمن كل بلاد المسلمين يا رب العالمين، احفظها يا رب من كل مكروه ومن كل سوء يا رب. سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة، ما هو اسألوا أبليك وبنو إسرائيل، إحنا ادينا لهم آيات واضحات ظاهرات، عملوا فيها إيه؟ استغلوها ولا لأ؟ مشوا فيها صح ولا مشوا فيها غلط؟ عملوا فيها إيه؟ كل النعم اللي ربنا مديها لنا دلوقتي نستغلها بشكل صحيح، وزي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وعايز أنصح نصيحة والله، يعني نصيحة محب: ما تستغلوش صفحات الفيسبوك، وما تستغلوش التقدم العلمي والتكنولوجي الحالي في نشر حاجة غير صحيحة، أو حتى في نشر أخبار عنكم. يعني أزعل قوي لما أشوف حد بيأكل أكلة ويروح مشيرها مصور. يا عم الله يرضى عنك، يعني هتكسب إيه لما تأكل أكلة وتصورها وتقول للناس أنا أكلت النهاردة كذا؟ حاجة غريبة جدا. رايح مشوار، هو أنت لازم تفضح نفسك؟ يعني لازم تهيص كده وتهيط كده وتقول أنا رايح الحتة الفلانية؟ يا عم وحد الله. حاجة والله العظيم أبقى، بس في ناس هتزعل مني، يبقى تعبان جدا وحاطط جهاز أكسجين وواخد صورة سيلفي. طب تعقل إزاي يا راجل؟ ده انت التنفس عندك مش بقيت فاضي انك تاخد سيلفي؟ انا خايف واحد بيموت وملك الموت جاي يقول لك هاتوا يا جماعه، هاتوا الصوره سيلفي يلا عشان نروح. في ايه؟ لو انت مريض اكتب كتاب بس من غير صوره، يعني مش لازم صوره، يعني اكتب: التمس من الصالحين دعوه طيبه، دعوه بظهر الغيب، مش لازم تكتبه تعليق، ادعوا لي بظهر الغيب مثلا. لكن تيجي رايع الفيسبوك كده فضيحة، ده متصمم عشان يفضح الناس. زعلانة من زوجها تروح ملقحة عليه كلمتين، زعلان من مراته يروح ملقح عليها كلمتين. يا عم الحاج بتعمل ايه؟ في ايه؟ زعلان من اخوك، زعلان من صاحبك، زعلان من حد معرفش ايه، وعجبي وافضح يلا وانشر يلا.
في ايه؟ استغل نعمة ربنا صح، استغلها صح. ما انتش لاقي حاجة تكتبها، خد آية قرآنية نزل على جهازك. احنا كلنا عندنا موبايلات حديثة او عندك الجهاز الكمبيوتر بتاعك، نزلي عليه نسخة وورد من القرآن الكريم وخدي آية وانشريها بس، بلغوا عني ولو آية بس، ويبقى كده الدنيا حلوة كده. لما نستغل الحاجات دي بشكل وحش الله يصلح حالنا وحالكم ويغفر لنا ولكم. أخذ بقى اتصالاتكم لأن أنا اتكلمت ياما النهاردة. الحاج عبد محمد عبد الفتاح. أيوة حبيب قلبي سيدنا الحاج محمد، والله وحشتنا حاج محمد. أيوة حبيب قلبي، أنا كل سنة طيب يا حاج أحمد. حسك بالدنيا يا حاج محمد، ربنا يبارك لي فيك. اتفضل بس يطول لك عمرك ألف عام. والله الله يرضى، وطي التلفزيون شوية. والله يطول لك عمرك ألف عام يا رب يا رب. وطي التلفزيون يا أبو الحاج محمد ممكن؟ على عيني الوقت عجالة كده. نعم عشان خاطر البرنامج بتاع سيادتك بس. نعم بالنسبة لل بموت ابن آدم وانقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعامل صالح. ولا الحديث كده غلط ولا ايه؟ انا هقول لك الحديث دلوقتي. اذا طيب مات ابن ادم، المهم انا السؤال بتاعي يا حاج احمد، انا بالنسبه لي بالنسبه للاشغال ما فيش فرصه ان اروح على القبور يا ازور ابويا او امي، ولكن كل فرد لازم اقرا لهم الفاتحه ولا فرد، ويمكن لو قران حتى بقرا وختم وقال صدق الله العظيم لازم اقرا الفاتحه له. لان مش ما فيش فرصه ان انا اروح ازورهم في القبور. ويعني هل يجوز مثلا انا اعمل اضاءه اللي علي ولا لازم ازورهم على القبور ولا لا؟ حاضر يا ابو الحاج، ربنا يطول في عمرك الف عام وبارك. الله يحفظك، الله يغفر لنا ولك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اول حاجه خالص بالنسبه لي، اذا مات ابن ادم، حديث النبي عليه الصلاه والسلام، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. الحديث ده بيقول ان في حسنات بتوصل. طيب هل الدعاء بقى ولد صالح؟ خلي بالك الحديث بيقول او ولد صالح يدعو له، الحديث ركز على الولد الصالح. فعايزين تدعوا لابائكم وامهاتكم الاموات، لازم نحقق فينا الصلاح الاول عشان الدعاء ده يوصل. طيب الدعاء ده بقى يستلزم ان انا لازم اروح المقابر؟ لا يستلزم انك تروح المقبره ابدا. الدعاء لو انت في اقصى الارض ان شاء الله استغفارك لوالدك بيروح له حسناته، واخدين بالكم؟ طيب الشيء بالشيء يذكر. المدعو محمد هداية لما طلع من زمان جدا، والمقطع ده جاني من أكتر من حد بيقول إن الميت ملوش، ما ينفعش نعمل عنه لا حج ولا عمرة ولا، وده كلام فاضي، كلام غير صحيح. إنما يجوز إن إحنا نتصدق عن الميت، ويجوز إن إحنا نعمل عنه حج ونعمل عنه عمرة ونستغفر له وندعو له، وما فيش مشكلة فيه خالص، بدليل إنه النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن الرجل يرفع في مكانته فيقول بما رفعنا، الأب والأم، فيقول بما رفعنا، فيقال لهما، يعني يقال الملائكة تقول للأب والأم باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. انت ممكن تكون في اقصى الارض واستغفارك يصل الى ابيك وامك، ودعائك يصل الى ابيك وامك. ولذلك من تقريبا سيدنا عبد الله بن عباس، يا رب الذاكره لا تخني، في سيدنا عبد الله تقريبا ابن عباس، بس عشان ابقى ناقل صح، قال انه ربنا لما قال في القران نشكر لي ولوالديك الي المصير، قال إنه زي ما بتصلي لربنا مع كل صلاة ادعو لأبيك واستغفر له. ربنا قال أشكر لي ولوالديك، فيبقى بتصلي خمس صلاة في اليوم تدعو لأبيك خمس مرات في اليوم مع كل صلاة. فربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. وده بالنسبة لسؤالك يا حاج محمد. مشري، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال أهل سيوة؟ بخير ونعم الحمد لله. وازاي حال التمر عندكم؟ التمر تمام الحمد لله بخير. الموسم دلوقتي شغال صح؟ الموسم في اخره دلوقتي. في اخر الموسم دلوقتي. طيب كيف حالك يا مشري؟
الحمد لله تفضل بخير ونعمة. لك عندي سؤال، تفضل. 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 أنا يعني عايز أسأل على سورة يا أيها المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. أنا يعني على المعلومة اللي موجودة عندي المدثر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتاني سؤال يعني برضو لي ابن عمي كده توفى من قبل العيد الكبير ب 18 يوم يعني توفى من كهرباء كده، تكهرب وتوفى. لكن يعني ما نسيناهوش، ما عرفناش ننساه، التفكير فيه كتير خالص. حتى يعني لما أذكر حد من العيلة بنلاقي نفس التفكير عندي، موجود نفس التفكير عنده، وبرضه يعني مستمر الدعاء لي يعني. يا مشري، قريبك هذا كان من الصالحين؟ والله هو يعني زي ما تقول، أقول لك يعني من الناس، كل الناس بتقول يعني بتثني عليه خيرا يعني. الله، أنتم شهداء الله في الأرض، عشان كده أنتم مرتبطين به. إيه تفضل. ده يعني السؤال الثاني. ففي السؤال برضو مربوط بالسؤال الأول اللي هو في سورة قال يا أيها المدثر، في السورة الثانية يا أيها المزمل. حاضر. بالك فوضح لي عشان إيه في حاجة كده. حاضر. وفي أثناء يعني نرجع لك للسؤال الثاني بتاع أصل الوفاة، فجاني بلاغ إن ابن عمك توفى من والدي. قال لي إن ابن عمك توفى، فقالها لي على طول كده. ففضلت زي ما تقول فترة طويلة كفي كتلة كده كبيرة في صدري، زي ما مش قادر يعني أتحملها. زي ما تقول في عقدة كده في صدري مش قادر أتحملها، عقدة يعني. حتى يعني بعد كده عملت من نفسي كده، عملت حجامة في صدري، ف يعني حسيت إن في تحسن كتير يعني. والله أعلم. ماشي يا سيدي، جزاك الله خيرا. شكرا يا مشري، سلامي لأهل سيوة كلهم. أهل سيوة الناس طيبين. أخونا مدني وزوجته المباركة الطيبة أم محمد، دول أحبابي من سيوة، أتواصل معهم تقريبا باستمرار، ودايما يقولوا لي تعالى زورنا في سيوة، أقول لهم والله إن شاء الله هاجي، أنا نفسي أروح بس الوقت قاتل الله الانشغال والمتطلبات المطلوبة من الواحد والعمل، يعني لا يكاد يكون في وقت الواحد يوم إلا وفيه عمل وشغل ومطلوب منك شغل. الله يعيننا ويعينكم يا رب. أهل سيوة مشهورين بالكرم والأدب والاحترام، ما شاء الله عليهم يعني. ناخد، طب أجاوب على أهل سيوة وبعدين ناخد الناحية الثانية خالص. بص يا مشري، أول حاجة يا أيها المدثر هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي نزلت الأول يا أيها المزمل، لما سيدنا جبريل نزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، رجع جري وهو خايف وبردان، جسمه بيتنفض، لأنه في الأول كده فرح لستنا خديجة لها حاجة غريبة جدا حصلت، فزمليني زمليني يعني غطيني غطيني. فربنا سبحانه وتعالى قال له يا أيها المزمل، يعني يا أيها الذي تغطى بالثياب خوفا وفرقا مما حدث، ماشي؟ وهو كان بيقول له كده عشان بيطمنه. يا أيها المدثر، يعني الذي تدثر بثيابه، يعني اختبأ بثيابه. دي المرة الثانية يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، بيعلمه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وبيعبد ربنا وبيطهر ثيابه ومكانه، ودي دعائم الإسلام بني عليها. يا أيها المدثر، يبقى الآيات دي نزلت في حق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قريب كل مات الخبر كان تقيل فعلا على قلبك، فعلا فعلا خبر تقيل، لأنكم كلكم بتحبوه، كلكم كنتوا مرتبطين به، وده إن دل فإنما يدل على صلاحه. ففقد الصالحين بيبقى وجع في القلب فعلا، ربنا ما يوجعنا ولا يوجعكم أبدا أبدا أبدا، وغفر الله له وجعل مسواه الجنة. ننتقل مباشرة من سيوة إلى ناحية تانية خالص، سيناء، أنا آسف، الصعيد، أسوان.
يا عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول هو أنا هسأل كم سؤال بس بشكل عام يعني مش بشكل خاص، ماشي؟ نعم. دلوقتي يا شيخنا لما يبقى فيه أب فقير ما عندوش غير البيت اللي هو ساكن فيه، وهو قسم على الأولاد الصبيان والبنات طبعا ما لهمش، طيب الأب ده بيبقى عليه عقاب من ربنا بقى فيما بعد حتى لو البنات راضيين تمام الرضا ومش عايزين حاجة من والدهم؟ هو وزع ظلم. لا مش ظلم، دي عادات وتقاليد، هو ما حسش غير البيت اللي هو قاعد فيه. ظلم. هات السؤال الثاني. طيب برضه لما يبقى اب يعني كان بيصلي وفجأة حصلت له ظروف صحية، بس الظروف دي يعني ممكن يصلي بس هو ما عندوش قوة إرادة فساد الصلاة خالص، فبنته بقى زعلان عليه جدا وخايف عليه من عقاب ربنا، فهي ممكن تصلي له تصلي بالنيابة عنه يعني؟ هو لسه عايش؟ السؤال الثالث. الثالث بقى دلوقتي كلمة ربنا يسامحك أو يسامحك، ربنا يهديكي أو ربنا يصلح لك الحال، الكلام ده عندنا دايما لما بقوله لحد يعني دايما بيزعق، طيب لما حد بيعمل بيسميني حاجة غلط فبقول آية أو حديث سيدنا النبي، الكلام ده ما بينفعش، ما حدش بيرضى يعني بيقولي دايما أنت ما عينوكيش شيخ الإسلام عشان توعظيني، فالمعاملة بقى مع الناس بقى ايه يعني انا اقرب ولا ابعد وماليش دعوه خالص. ماشي. السؤال الرابع بقى يعني حضرتك في اول الشرح من غير ما تقصد وانا عارفه كده كويس جدا قلت إيه؟ ان عيشه امبارح مش هتعرف العيشة فليس عن صلاه الفجر. الحقيقه بقى انا امبارح نمت بالفعل عن صلاه الفجر وانا زعلان لحد الساعه دي، وده سبب الفرح كان عندنا ورجعت البيت متاخر وعماله اتحزن في اهل الفرح واللي عمل الفرح فادعي لي بقى ان ربنا يسامحني. كان عامل فرح في الشارع؟ لا في العيلة. وسهرته في الفرح؟ ايوه ما انا خالتي زي والدتي خالتي العريس. طب هم ذنبهم ايه ما انت رحت سهرتي؟ وانا مالي ما لو ما رحتش بكرهش كان هيزعل لو ما رحتش. ماشي شكرا لك. السؤال الاولاني الاب اللي ظلم في توزيع الميراث عشان العادات والتقاليد، بصرخ كل حلقه وبقول العادات والتقاليد في توزيع المواريث حرام غلط، توزيع الميراث ربنا اللي قسمه، يا تقسموا زي ربنا ما قسمه يا انتوا معاقبين. طيب الاب اللي وزع بناته مسامحين، بناته مسامحين خلاص، طالما ان انتوا سامحتوا مفيش مشكله، طالما ان انتوا سامحتوا بطيب خاطر فمفيش مشكله. ده بالنسبه لي السؤال ده. هو ما بيصليش دلوقتي، هو كان بيصلي قبل كده، دلوقتي عنده ظروف، الظروف دي منعه انه يصلي، هل بنته تصلي عنه؟ لا، دي اعمال بدنيه لابد للشخص ان يقوم بها، ما ينفعش، لازم هو اللي يصلي، لازم تروحي جنبه كده وتخليه يتوضى ويصلي وربنا سبحانه وتعالى. شوف دي بركه ان احنا ندعي ربنا، انه زي ربنا سبحانه وتعالى ما انزل في دعاء سيدنا ابراهيم، ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربي اجعلني مقيم الصلاه، يا رب يا رب يا رب. لما حد يغلط ويعمل حاجة غلط قدامنا فبنقول له الآية وبنقول له الحديث، فهو يرد عليه يقول لي انت مالك ومالي ما تسيبني ما... لا ما نسكتش احنا، نقول له الغلط، انا لا نفس الوضع كده، بس الاسلوب هيختلف، ممكن اقول باسلوب حلو ممكن اقول باسلوب صعب شوي، فالاسلوب الغلط غلط ما ينفعش، لازم اسلوب حلو، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اي غلط اشوفه لازم اقول الصح وانا غير مسؤول يعمل ولا ما يعملش، انا بقول له خلاص، أنا بقول له الصح كذا والغلط كذا، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، أنا بذكر بس، وأنا أقول الدليل أو أقول الحديث أو أقول الآية وخلاص. السؤال اللي بعد كده، أنت اللي أخطأت لأنك سهرت كتير وضيعت صلاة الفجر، فالله يبارك لأهل الفرح في فرحهم، وأنت ما كانش يجب أنك أنت تؤثري على صلاة الفجر بالسهر فوق الطاقة، أو كان لازم تعملي المنبه بتاع التليفون عشان يصحيكي عند الصلاة عند وقت الصلاة. احنا معانا اتصال تاني. مين يا استاذ ابراهيم معايا على التليفون؟ يا ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ اتفضلي يا ام محمد. بقول لحضرتك انا كنت معايا مبلغ وحاطاه شهادة في البنك يعني متجمدة. ماشي. عليها فوائد. ماشي. فنظرا للظروف انا جوزي مش موجود وفي ظروف، فانا اخذت يعني اخذت فلوس وعملت كارد على الشهاده. ماشي. حلال ولا حرام؟
يعني سددت منه عليا جزء من الديون، سددت جزء عليا من الديون وبصرف منه. خدي برأي دار الإفتاء في المسألة دي يا أم محمد. عندك سؤال تاني؟ أبقى أخذت بدار رأي الإفتاء، قال لي حرام، قال لي لازم تسدي القرض. طب أنا ريحت، قلت لك خدي برأي دار الإفتاء، أنا عارف، أنا عارف رأي دار الإفتاء فيها. ما أنا ما أنا عشان كده قلت لك أنت سألتي دار الإفتاء فيها إيه؟ يا أم محمد نعم. سألتي ولا ما سألتيش؟ أما أنا سألت بقول لحضرتك. طب هو بيقول لي يا طيبة بس اسمعيني بس. اتفضل اسمعيني. سألتي دار الإفتاء ولا ما سألتيش؟ سألت ما انا بقول لحضرتك سألت. مشايخنا قالوا لك ايه؟ قال لي حرام، حاولي تسديه. قلت له طب انا مش هقدر اسده، ما عنديش اجابه. ما عنديش اجابه، هو الاجابه نفس الاجابه اللي الراجل قالها لك. طيب عندك سؤال تاني؟ لو انا ما عرفتش اسده، ده بيعوق؟ لو انا بدأ بحاجه معينه ده يعوق الاجابه، يبقى انا كده باكل حرام؟ بص يا ام محمد، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بص، اصل حته الحرمه والحل والحاجات دي وحالي هيقف لا، ما نقدرش نتكلم في الموضوع ده. انت عندك اضطرار ولا ما عندكيش؟ ظروفك، وضعك، اخبارك، بس كان انت تسالي قبل ما تعملي الخطوه يا طيبه. للاسف معلش توه عليا، ويعني ما افتكرت. خلاص ربنا يعفو عنا وعنكم. اجتهدي على قد ما تقدري بقى، تعرفي تعملي جمعيه، تعرفي تتصرفي. هو هتعرفي تكسري الشهاده امتى؟ ما تكسريهاش يعني، هتعرفي تاخدي الشهاده تفكيها امتى؟ هفكها في شهر 6، بس هو اخره اساسا شهر 9 القرض، شهر 5 القرض يعني. ايوه هيخلص قبل الشهاده، لان هو اساسا بضمان الشهاده. انت اصلا دلوقتي بتسددي في القرض مش كده؟ تمام، هي بتنزل فوائد الشهاده بتتخصم من بكمل عليها. انت يعني انت دلوقتي ربنا بيعينك وقادره تسدي؟ انت بتساليني عن حاجه حصلت، انت كنت تساليني قبل ما تعملي يا طيبه. لكن ربنا يعفو ويغفر، وربنا هو اللي ادرى بظروفك وبحالك. يعني ما تعقش يعني. انا يعني طب ماشي، بغض النظر عن الدعاء، مطعم انا يبقى كده حرام؟ يعني يبقى انا بوكل عيالي حرام؟ ما هو انت عملتي خطا. انت عملتي انت كان معاكي اصلا، لكن يلا يعني ما خلاص، انت اللي حصل حصل، بس ما تعيديهاش تاني. تمام ماشي. لا مش عايزها تاني، بس انا بتكلم في الوقت الحالي يعني. ان شاء الله ربنا يعفو عنا وعنك ويغفر لنا ولكم ان شاء الله. طب تمام معلش، سؤال تاني بالنسبه لسورة ياسين. نعم. انا بقرا سوره ياسين بالدعاء بتاعها، لان انا في كرب شديد، في كرب شديد، في كرب شديد يعني. طيب حاضر. اقرا سوره ياسين بالدعاء بتاعها، ولا ممكن اقرا الدعاء بتاعها مثلا ما اقرا السوره؟ حاضر معلش. شكرا لك. عندك سؤال تاني؟ ما عندي اطفال صغيرين يعني في كي جهاد، بيصلوا ما شاء الله يعني صلاه صحيحه وكامل في الاركان، ربنا بيقبل لهم الصلاه دي ويقبل دعائهم؟ عندهم كم سنه؟ طبعا. 6 سنين او 7 سنين. 6 سنوات مميزين ولا؟ لا الحمد لله، بقول لحضرتك بيصلوا صلاه كامله باركان كامله يعني، وبيقروا الصور وعارفين الاركان. هو ما زال صبي. نعم. هو ما زال صبي. 6 سنين. طيب انا اجيبك على هذا ان شاء الله. ماشي ماشي. شكرا لك يا طيب، اتفضلي اتفضلي. الله يحفظك، الله يغفر لنا ولكم. أبو خليل كنت بتقول لي حاجة. فاهم اللعبة دي. وبعدين خد قرض. اللفة دي مش، اللفة دي بتبقى يعني صعبة شوية. خليني بس أجاوب على السؤال. هو مشايخنا في دار الإفتاء أجابوكي على هذه المسألة، ما عنديش اجابه غير اللي هم جاوبوه. شوف حتى افتكرتوا بقى كلامي دلوقتي، لما يجي سؤال حساس شويه او سؤال في حاجه معينه اقول خد براي دار الافتاء في الحته دي، خد براي دار الافتاء في الحته دي، خد براي دار الافتاء في الحته دي. واخدين بالكم؟ السؤال الثاني سوره ياسين والكرب والدعاء بتاعها. الحقيقه انه ما فيش حاجه اسمها سوره ياسين ودعاء الكرب وحاجات، هو في ادعيه بقى، في ادعيه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام دعاها، أنا أدعوها هفكرك بيها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك. سهلة دي ولا صعبة؟ سهلة جدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وده بنص القرآن الكريم. ربنا بيقول عن سيدنا يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. آذي الآذي دعاء،
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هنا الاسمين دول يا حي يا قيوم، اسم الله الحي، ليه النبي خصهم هم الاثنين في تفريج الكرب؟ يا حي يا قيوم، أنت حي وأنت قيوم، أنت قائم على كل شيء، فرج كربي ويسر أمري يا رب يا رب يا رب. عليك أيضا بكثرة الاستغفار، وعليك أيضا بكثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها مغفرة للذنوب وتفريج للكروب. الله يفرج عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم. آخر نصيحة أنصحك بها، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، عليك بالصدقة وعليك بالإحسان إلى المحتاجين، الله يفرج عنا وعنك، اللهم آمين إن شاء الله. آخر سؤال في حلقة النهاردة، يا أم مصطفى، يا أم مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟ تفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك أنا ليه عند حضرتك سؤال. نعم. والدتي ست يعني تعبانة، بقالها عندها جلطة بقالها حوالي 10 سنين. فأنا اللي بعمل لها كل حاجة، أنا ما بقاش متضايقة بالعكس، بس ساعات كده قلت طب ما مثلا أخويا موجود أختي موجودة، بس والله أنا ما ببقى متضايقة، بس حاجة من جوة كده لأني مش فاضية وكده، فده بيبقى عليا وزر إن أنا يعني حاجة من جوة إن أنا وطي التلفزيون، وطي التلفزيون. حاضر حضرتك. أيوة يعني إن طب ما أختي تروح مثلا، يعني قلت طب ما أختي تروح لها، فبتحس بثقل جواكي، مش يعني مش زي ما حضرتك يعني أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. بتقولي اشمعنى اختي ما بتعملش؟ يعني ما انا بقول لحضرتك يعني اشمعنى اخويا ما بيعملش؟ يعني هو بيعملوا كم... يا مصطفى عندك كم سنه؟ انا عندي حوالي 42 سنه. والدتك عندها كم سنه؟ 70. انت اكتر واحده بتخدميها؟ ان شاء الله. والله اوعي. انا ما متضايقه خالص. اوعي اوعي لا. اوعي تفرطي في خدمتها. لا والله انا بقول لحضرتك سلام. يعني عليا وزر ان انا بقول اختي ما بتروحش، يعني هي اختي بتروح على قد ما بتقدر. هو يعني مش عايزك تقولي كده. ايوه انا بتضايق من نفسي ان انا بقول كده. عارفه ليه؟ اتفضل. بصي يا مصطفى، امي شالتني في بطنها 9 اشهر. ايوه. وشالتني بحب مش بكراهيه. ايوه فعلا. كنت اعمل الحمام على نفسي وهي بحب تغسل لي ومش قرفانه ومش متقله مننا. الراجل لما شال امه على كتفه وطاف بيها وعمل بيها حج على كتفه، فراح لسيدنا عمر قال له انا كده اديت عملت اللي عليا؟ قال له لا، ده لسيدنا النبي انا اسف، قال له لا ولا بطلقه واحده من طلقات الحمل بتاعتها، كل اللي انت بتعمله ده ولا وزن ولا يساوي حاجه في طلقه واحده من طلقات الحمل. وقال له انت بتعمل ده وانت كاره، انما هي كانت شايلاك وانت طفل وهي حبه. فخلي بالك من الحته دي، ما انش عايز الشيطان يفسد عملك، ده نهر حسنات مفتوح ليكي ونهر ستر وبركه وخير، ربنا يعفو عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم. قومي الحته دي جواكي. انت لسه معايا على الخط؟ قومي الحتة دي، بشكرك يا مصطفى، قومي الحتة دي جواكي، ما تخليش الشيطان يجي ابدا 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 يفسد عليكي عملك الصالح. اقول لك على حاجه، هو بعد وفاه الاب والام بالتحديد الشخصين دول، ال 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 القلب كده بتحس ان في كده وخزه خبطه بتيجي في القلب كده بتوجعه، ما بيحسش بيها الا اللي بيفقد ابوه وامه. عارفه اقول لك الله يبارك في عمر امك يا رب، بارك في أعمارنا جميعا ويبارك لنا في أمهاتنا كلنا يا رب. عارفة يا مصطفى؟ والله العظيم لما أمك بعد عمر طويل الله يبارك في عمرها، لما أمك تموت هتحس بوجع في قلبك، هتحس إن أنت ظهرك مكشوف،
حتى لو هي يعني الله يعزك والله الله يمتعك بالصحة والعافية. عايز أوصل لك معنى، حتى لو الأب والأم دول عظم في أفة، بعد وفاتهم بتيجي وجع كده، وجع وجع وجع، لأن فعلا وجودهم نعمة، وربنا ميسر لك، وبركة خدمتك لأمك هتلاقيها، والله هتلاقيها في صحة، هتلاقيها في ربنا يهديلك جوزك، يهديلك عيالك، يكتب لهم النجاح والتوفيق. إيه والله العظيم، والله العظيم ده الواحد ضعيف ضعيف. آه والله العظيم، والله يعني الواحد فعلا من يومين كده الضغط رفع 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 رفع. الدكتور بيقول لي احنا كان بيننا وبين النهاية لا شيء، يعني دخلنا مرحلة الخطر لوحده، سبحان الله. فالواحد ما أضعف الإنسان، ما أضعف الإنسان. تحملي، اعملي ده بحب، اعملي ده بطلب رضا من الله سبحانه وتعالى. اللي هتعمليه النهاردة هتجنيه بكرة من زرع حصد. الأمر الوحيد اللي ربنا بيديني بيصيبني عليه مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، البر، وبيعاقبني عليه مرتين العقوق، يعاقبني مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. أنت أكتر واحدة بتخدم، أنت أكتر واحدة بتاخدي حسنات. ممكن يكون إخواتك رميين الحمل عليكي مش كسلا منهم، لا هم لاقيينك بتعملي ده بحب، فأنت زودي. ربنا يغفر لنا ولكم ويرضى عنا وعنكم. أنت ما فيش في قلبك رفض أنك تخدمي، بس إبليس اللعين عليه لعنة الله جاي عايز يفسد عليك الحتة دي، فساعات يقوم رميلك حتة كده، فأنت بقى عليك. شوفي هو مش طايل منك حاجة، يعني هو حاول معاكي أنه يسنيك عن خدمة أمك، معرفش، فيروح جاي مش معنى أخوك وأختك ما بيعملوش زي بيفسد عليك. لا، أنا عايزك تعملي ده وتستطعمي أنك بتخدمي أمك. تستطعمي يعني إيه؟ يعني تستمتعي بأنك بتعملي ده إرضاء لله اللي قال وبالوالدين إحسانا. الله يغفر لنا ولكم ويستر علينا وعليكم ويكرمنا وإياكم. حلقة النهاردة انتهت، هشوفكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية ونكمل مع بعض سورة البقرة، وربنا سبحانه وتعالى يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ويغفر لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، يا غافر الذنب يا قابل التوب، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، ويسر أمورنا أجمعين برحمتك يا كريم، إنك على كل شيء قدير. سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.